العقاب هو أذية، والعقاب فيه إذلال، تداعياته النفسية والجسدية. طبعاً الجسدية فيها أذى ديريكت مباشر على الجسد، ويلي فيه ممكن يودي لكتير نتائج مخيفة. تداعيات النفسية عم بيصير هو بيعنف بدوره أو بيقبل يعنفوا الآخرين، وهذه ما بتوقف على عمر الطفولة، فيها تروح معه بالحياة كلها. يعني التداعيات كمان عم بيصير عنده شعور بالذنب، لأن عم بيكره أهله بمحل وهو ما لازم يكرهون، عم بيصير فيه التباس بالشعور وشعور بالذنب، وهالشعور بالذنب عم بيجيب له خجل. نحن قلنا ممكن يصير معنف بالحياة، وممكن كمان يصير خجول كتير. الطرق البديلة في الحوار، في تعلم طرق تواصل تانية، عقاب بناء مع أنه مش كتير صح التسمية، في الخطأ يصلح الخطأ، يعني إذا كسر شغلة منقل له صلحها، إذا خرب غرفته نقل له رتبها. عم بيتحمل مسؤولية، عم بيصلح الخطأ، وعم بيصير هو in control، يعني عم بيسيطر على الوضع. لازم استمع للولد لحاجاته تتعرف عليه، وأعرف أكتر شو هو بحاجة له، وشو سبب منسميه الخطأ يلي عم بيعمله يلي بتوجب عقاب. بيفقد سيطرة الأهل على أعصابهم، وبيصير العقاب يتجاوز قدرة الأهل ليتمسكوا فيه وقدرة الولد ليتحمله. هون فتنا بالخطر الشديد يلي بيقدر، مثل ما قلنا بأول الحديث، أنه بيقدر يودي لأخطار جسدية ونفسية بتمتد على كل الحياة ممكن.